عربية أكيد الناس كلها أجمعت على أنها مباراة صعيبة، لكن الامتياز للترجي لعب على إمكانياته وأيضا قرا حساب المنافس، ما هبطش بكله للهجوم ولعب بتوازن كبير وكان مطلوب. الملاعبين كل عادة يعطيهم الصحة، اللي بداوا المباراة واللي كملوا المباراة، ناس كل أعطت كل ما عندها، ناس كل أعطت فوق الطاقة نتاعها. بصراحة فهم ملاعبين نحب اليوم نشكرهم كما غشة، يعني الليفور اللي عملوا معنا على الكولوار معنا في الطريقة الدفاعية، قداش عاون بن حميدة وقداش طلع يعني فريمون، وبورتون ملاعبي كان مرتاح، معنا ليتات فيزيك نتاعو كانت حاضرة في المباراة. كيف حسام تقى، من ملاعبين اللي جروا برشا، اللي فكوا برشا كر، واللي معناها يهلقوا تخيل. حسام تقى بيلعبها من أحسن المباريات اللي عملها اليوم حسام تقى، فريمون يعطي الصحة. فما كرة شفتها عطوش معناها ملاعب بشوط وحط وجهه، معناها قليب ماتش نتاع رجال فريمون يعطيهم الصحة. ملاعبين زاد كيف عادة ما ننساوش ليت المباراة، معناها عندي معلومة أنه ياسين مرياح يعني إطار الطبي ما حبش يجازف به، وياسين كان راجل وقال لو كان نعرف تكون اخر مباراه اليوم باش نلعب ولعب. شو اللي صار؟ عطونا شو اللي صار. شو ياسين عنده معنا قريب قويه، جاتو سخانه 41 سخانه، تعرف 41 سخانه هذه تبرك معناها العبد. اطار الطبي قام بالواجب معه كوم الفو مالغري سا، ديما نقول بجلوا معناها صحه اللاعب على المباراه، لكن اصرار ياسين كان في محله، كان يخرج جاسف بروحه من اجل جماهير الترجي التونسي، من اجل الترجي التونسي، لانه يعرف المباريات هذيا ما تتعودش، يعرف المباريات هذيا يعني مش كل لاعب يلعب بالدومي فينال شامبيونز ليغ. فريمون كان راجل في القرار نتاعو، وسور تيران كان قيادي، شفناه معنا حتى تعب، معنا شفناه حتى يتنفس بالسيف. انا نقول برافو ياسين، برافو للملاعبيه الكل. ماتش تكتيكمون الترجي كما قالوا الاخرين الكل كان جاهز، قراءه الفنيه لكاردوزو كانت حاضره اثناء المباراه وفي الوسط وفي اواخر المباراه. حاجه اخرى زاد حضرت في مباراه الترجي الرياضي التونسي، ابار التفوق العددي وابار انه الترجي كان حاضر، فما الخباثه، فما دي مومون. شفنا سان داونز ضغط على الترجي الرياضي التونسي، شفنا مميش كيفاش معنا دي فوا يطيح شويه في الـ في الـ في الـ في الريتم نتاع المباراه، شفنا يعني اللاعبين متحكمه في اعصابها. الترجي ما لوش على البوزيسيون، ما لوش على جماليه اللعب. دومي فينال ما حاجتيش بجماليه اللعب، ما حاجتيش بنسبه امتلاك الكره، حاجتي بثلاثه اربع فرص، منهم واحده نحا ديفونسور على الخط، منهم واحده على العارضه، وكره جات في الشبكه. برافو رودريغيز، ملاعب هذايا قاعد يخدم برشا ويخدم في صحابه، يفكرني ببنزيما كي كان 2012 2013 يخدم في كريستيانو رونالدو اوزيل وديماريا، قاعد يخدم برشا في انساس، قاعد يخدم برشا في غشا، قاعد يخدم في الملاعبيه دي كلوار اللي معاه. كان الملاعبيه اللي كلوار اللي معاه يكونوا حاضرين راهو باش يلقاو برشا ديزاسيست من عند رودريغيز. فريمون المنظومه كما قالوا الخاين الكل. دونك بالنسبه لك انت رودريغيز هو بنزيما الترجي. رودريغيز ينجم يكون بون بنزيما الترجي، نحكي لك بنزيما الترجي بون حاليا في طريقه اللعب شويه يلا نمشيو لي برشا لاعب يخدم برشا اصحابه عادل سلوكوتي.